شركاء في الكرمة في الكرمة نرفع الصلاة لمليك العلا فهو رب الحياة الكرمة الكرمة الكرمة. أحبائنا مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان، أهلا بكم ولقاء متجدد باستوديو قناة الكرمة. وبنيجي النهاردة ندي المجد والسلطان والكرامة للرب يسوع، عليه كل المجد، إلهنا الأسد الخارج من سبط يهوذا اللي خرج غالبا ولكي يغلب، اللي احنا فيه أعظم من منتصرين. بنيجي النهاردة ونكمل معاكم اللي ابتديناه في امبارح في الصبح، كنا بنتكلم عن الحرب الروحية وتحديدا في حروبنا مع عدو الخير. بنيجي النهاردة نكمل حلقتنا وبنرحب بالأسيس أليكس معانا مرة تانية. أهلا بيك أسيس أليكس. أهلا بيك أختي منال، تكون معانا مرة تانية ونكمل الموضوع الرائع ده. برحب بيك وبالمشاهدين، وواثقين من الرب هيدينا حلقة تشوف فيها مجد الرب وحضوره. أمين. بالأمس اتكلمنا عن مصارعاتنا ليست مع دم ولحم بل مع أجناد الشر الروحية في السماويات، وتكلمنا انه بسبب خطية آدم وان هو قبل كل ما قدمه إبليس ليه، وبسبب ده وبسبب سقوط آدم أصبح العالم كله تحت تأثير وسلطان مملكة الظلمة. لكن الرب يسوع جيب نفسه وقلنا انه هو ولهذا أعطي ابن الله لكي ينقض كل أعمال إبليس. الرب يسوع جيه تجسد وصلب و قبر ومات وقام من الأموات من أجل تبريرنا، من أجل أنه يحررنا من سلطان الظلمة. هو نقلنا من سلطان الظلمة إلى ملكوت ابن محبته، وتكلمنا أنه في المسيح كان لينا السلطان دوت على مملكة الظلمة، أنه ده العمل اللي عمله الرب يسوع. إذ كنتم أمواتا في الخطايا وغلف جسدكم أحياكم معه مسامحا لكم بجميع الخطايا، إذ محى الصق الذي علينا بالفرائض الذي كان ضدا لنا، وعمل إيه؟ إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه. بنعظم إلهنا المنتصر الغالب اللي هيدينا الغلبة والنصرة في كل حروبنا. أسيس تكلمنا امبارح عن استراتيجية إبليس في الحرب، وإنه إزاي بيطور الاستراتيجية بتاعته من وقت للتاني، أو إزاي بيلخمنا بحاجات فرعية عشان يبعدنا عن الأمور الأساسية في الحرب بتاعتنا. وكمان اتكلمنا على انه بعض اعمال ابليس، وحضرتك اخذت لنا بعض الامثله من سفر الرؤيا، والنهارده هنكمل مع بعض عن اسلحه محاربتنا، انه الرب يسوع ادانا اسلحه نقدر نقف بيها ضد مكايد ابليس وحروب ابليس. وكمان نتكلم على نصرتنا النهارده في المسيح. شكرا اختي منال، انا بعظم الرب لاجل اختبارات النصره اللي بتؤكد كل يوم ان الهنا حي وارتفع وأخذ سلطانه. بحب أتقدم بالشكر لقناة الكرمة أيضا اللي وصلتنا للعالم أجمع من ضمن اختبارات النصرة اللي جات النهاردة، والرب استخدم فيها قناتنا المباركة قناة الكرمة. أخت من السويد كانت بتتصل، وكان في حرب روحية في البيت، يعني الزوج كان دائم الإهانة دائم الضرب، يعني متوحش بيعامل زوجته بطريقة وحشية جدا، ولمدة سنين فشلت كل الطرق في أن هي تخلق منه زوج على مثال المسيح أو يكون رأسه المسيح. لكن هي قالت أن احنا صلينا الأسبوع الماضي في إحدى الحلقات وطلبنا الرب من هنا للسويد، والأخت بتتعجب بتقول زوجي أصبح رجل وديع هادي متواضع القلب على مثال الرب، حياته اتغيرت 180 درجة. وبشكر الرب لأجل هي دي الحرب الروحية. الحرب الروحية ان احنا بنصلي بسلطان هنا في كاليفورنيا، بناخد سلطان الله في السويد، بناخد سلطان على البيوت، بناخد سلطان على حروب الروحية ضد الأزواج والزوجات على البيوت المنهدمة. فإذا إلهنا حي. الاختبار الثاني اللي شاركت بيه إحدى الأخوات وهو السلطان على المرض. برضو إحدى الأخوات لبنانية بتعاني من مرض شديد في الغضروف وتنميل شديد في رجليها، وكان صعوبة شديدة جدا في الحركة بتخليها ما تقدرش تنام ما تقدرش تتحرك.
لكن قالت ان احنا بعد ما صلينا وطلبنا الرب حست زي حرارة جت على جسمها كله ولمست ظهرها ولمست الغضاريف، ونشكر الله مجدت الرب انه الوجع انتهى وراح. احنا اتكلمنا امبارح من سفر الرؤية والعهد الجديد، انا عاوز اتكلم برضو عن تطبيقات عملية للنصرة في الحياة الروحية من خلال أمثلة في سفر القضاء، وهنربط ده برضو بعهد النعمة عشان ما يكونش الكلام مجرد حقائق مجردة لكن تكون مرتبطة باختبارات. فمثلا في سفر القضاء الأصح الأول، تحبي تقري لنا كم عدد من عدد 1 كده لـ5 بعد موت يشوع؟ وكان بعد موت يشوع أن بني إسرائيل سألوا الرب قائلين: من منا يصعد إلى الكنعانيين أولا لمحاربتهم؟ فقال الرب: يهوذا يصعد، هوذا قد دفعت الأرض ليده. فقال يهوذا لشمعون أخيه: اصعد معي في قرعتي لكي نحارب الكنعانيين، فأصعد أنا أيضا معك في قرعتك. فذهب شمعون معه، فصعد يهوذا ودفع الرب الكنعانيين والفرزيين بيده، فضربوا منهم في باذق 10,000 رجل، ووجدوا أدوناي باذق في باذاق، فحاربوه وضربوا الكنعانيين والفرزيين، فهربت أدوني باذق فتبعوه وأمسكوه وقطعوا أباهم يده ورجليه. شكرا. الجزء ده بيورينا انه الحرب مستمرة. يشوع كان قائد معروف، كان ليه انتصارات مجيدة، لكن بعد موت يشوع الشعب حب يكمل في طريق الانتصار. فالكتاب بيورينا انه احنا في حرب يومية وفي حرب مستمرة، لكن الحلو في شعب الرب انه ما استناش لغاية لما العدو يجي لغاية الارض او العدو يجي يخطف بناته او يخطف ولاده، لكن سأل الرب. يبقى اول حاجة في طريق النصرة ان انا اسأل الرب، وقال للرب: من منا يصعد الى الكنعانيين اولا لمحاربتهم؟ في مبدأ في الحرب مع يعني معروف انه الهجوم افضل من الدفاع، وان انا ما استناش لغاية لما العدو ياخد كل حاجة وبعدين اصرخ، لا، كان شعب الله عاوز يستمر في الانتصارات وقال من يصعد أولا. يبقى أول حاجة سأل الرب، تاني حاجة كان مستعد للحرب، تالت حاجة أنه لا بالقدرة ولا بالقوة، لأن أول واحد صعد كان أصغر سبط وهو سبط يهوذا. رابع حاجة الشعب عملها لما يهوذا قال الرب يهوذا يصعد قد دفعت الأرض ليده، الشعب كان واخد وعد من الرب أنه دفع الأرض، والرب أعطانا هذا الوعد لما قال لتلاميذه وقال لنا احنا كمؤمنين: دفع الي كل السلطان في السماء وعلى الارض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس، وهذه الايات تتبع المؤمنين. يبقى اذا الرب قبل ما يرسلنا دفع لنا السلطان في السويد، في الكويت، في السعوديه، في كل الدول اللي بنشوفها بتيجي المجد الرب، فاحنا نتكلم من واقع سلطان. في ناس بتستنى ايه يعني في الحرب متشككه وعشان كده ما تاخدش نصرة، لكن ده كان واخد وعد من الرب اوريدي، الحرب اتحسمت، كلمة الله انه دفع الارض ليده. طيب خامس حاجة عملها الشعب بعد ما سأل الرب وبعد ما اختار انه يكون اولا وبعد ما خد وعد بالنصرة، رابع حاجة او خامس حاجة هنا بيقول: قال يهوذا لشمعون اخيه. الكتاب بيقول: اثنين خير من واحد، والخيط المسلوس لا ينقطع سريعا. انه يكون في الحرب 2 أو 3 افضل، لكن كتير قوي من المؤمنين كل واحد عاوز يحارب بنفسه او يحارب بذاته. فلما بيقول شمعون اشارة للمسيح، لان كلمة معنى شمعون معناها سمع، وفي معنى ان انا المستمع لي يسكن امنا، ان انا في طريق الحرب بعد ما اقترن باخويا وبعد ما اخد الثقة وبعد ما اخد السلطان اسمع صوت الرب، اخد معايا السمع او شمعون. أيضا الحاجة السابعة اللي ربنا اداها لهم أنه لما صعد يهوذا اداهم نصرة مضاعفة. أنا مش بصعد في اتجاه واحد لنصرة على عدو واحد، هم صعدوا فعلا علشان الكنعانيين ما ياخدوش أرضهم وبناتهم وولادهم،
لكن لما صعد، وكلمة صعد إشارة إلى القيامة، إشارة إلى الذي يهوذا المسيح الذي صعد إلى العلاء وساب سبيا وأعطى الناس عطايا. يبقى إذن صعد يهوذا. نحن كمؤمنين إحنا في طريق صاعد، نحن غير مدعوين للهزيمة، نحن غير مدعوين للضعف، نحن غير مدعوين للإنكار، لكن نحن مدعوين أن نصعد مثل يهوذا. تامن حاجة أنه يهوذا لما صعد وفعلا صعد في طريق الانتصار ما خدش نصرة واحدة، هو كان طلب من الرب أنه محاربة الكنعانيين، لأن دي وعد أنه مش الكنعاني هياخد أرضه، لا هو اللي هياخدها وهو اللي هيمتلكها. فلما صعد يقول لك إيه، بص هنا أنت كنت قلتي لي عاوزين يكون عنوان أعظم من منتصرين، وده عنوان جميل. هم صاروا أعظم من منتصرين، هم طلعوا عشان يحاربوا شعب واحد، لكن شوف الرب دفع عليهم كم شعب. يقول لك دفع الرب ايه؟ الكنعانيين والفرزيين، و اكشوالي دفع ليهم 72 مملكة. هم طالعين يحاربوا في شعب واحد، ربنا اداهم 72. قولي لي ازاي؟ لان الملك اللي هو ادوني باذق اللي حاربوه ده اصلا اذل 72 مملكة. ف70 ملك بيقول عنهم كانوا تحت مائدة أدوني باذق 70 ملك. ملك واحد قطع إيديهم وقطع رجليهم وحطهم تحت ترابيزة الأكل بتاعته ينتظروا الفتاة الساقط زي الفتاة الساقط من مائدة الأغنياء. فهم لما انتصروا على أدوني باذق خدوا الكنعانيين والفرزيين ومعهم 70 مملكة، يبقى كانوا طالعين لأجل نصرة، خدوها 72. ورقم 7 في الكتاب إشارة إلى كمال الانتصار، إشارة إلى كمال القوة، وده معناه أن أنا بطلع في طريق واحد، أتوجه للنصرة في موقع علاء الرب إيه؟ أداري النصرة في كل الاتجاهات، في الشرق والغرب والشمال والجنوب. لأن الرب أوريدي دفع ثمن النصرة دي صح على الصليب، وأن العدو ده أساسا مهزوم ومجرد من كل سلطانه. بالزبط. لكن أنا بدخل الحرب دي بإلهي، بقوة إلهي، الإله اللي بيعلم يداي القتال وأصابع الحرب. بالظبط. أسيس معنا اتصال، استأذنك ناخده ونكمل. معانا الأخ سيف من العراق، أهلا بيك أخ سيف، حضرتك على الهواء، اتفضل. السلام على يسوع المسيح. أهلا بيك يا أخ سيف. أهلا وسهلا يا أخ سيف. أنا من العراق. أهلا وسهلا بيك. عايز أوصلها عن طريق قناتكم، قناة الكرمة، القناة العظيمة دي. اتفضل يا أخ سيف. أنا من الأصل المسلم، العائلة مسلمة متدينة جدا، لكني اعتنقت المسيحية وقبلت الرب يسوع المسيح مخلص لي. مجدا. أيوه. تفضل يا خسيف، سامعينك. تفضل. أنا لما كنت مسلم أنا كنت في حالة اكتئاب طول عمري. فكان المسلمين بينصحوني بيقولوا لي لو عايز تخلص من الاكتئاب ده اقرأ القرآن وصلي. أنا كنت بعمل الحاجات دي اللي بيقولوا عليها، ولكن أنا لما كنت بعملها كنت بزيد اكتئاب، ما كنتش عارف أعمل إيه. وفي يوم من الأيام نصحوني إني أروح لمكة، أروح للعمرة. أنا رحت للعمرة، بس بجد أنا لما رحت للعمرة أنا قد اتمسك أكتر وأكتر. ولما رجعت المكان بقيت مش بهتم للدين، بقيت إنسان يعني زي ما بيقولوا لا دين له. وفي يوم من الأيام وبالصدفة شفت قناتكم وانجذبت ليها وبديت أتابع قناتكم. هللويا. وبديت أتابع كل برامج قناتكم، وبشكر الرب يسوع أنه دخل قلبي ونور قلبي. هللويا. في يوم من الأيام أنا شفت حلم، الحلم ده هو اللي خلاني أخذ القرار إني أبقى مسيحي. أيوه. تفضل. سامعينك يا أخ سيف، تفضل كمل. أنا شفت نفسي واقف على باب كنيسة بلابس سلسلة فيها صليب كبير، بس كان في ناس عايزين يضروني يخرجوني خارج الكنيسة، بس كان في شخص واقف وشنوط مد إيده وسحبني ودخلني الكنيسة. الشخص ده هو الرب يسوع المسيح اللي خلصني من ظلمة الإسلام، وأنا بشكر الرب يسوع. أمين. نشكرك يا أخ سيف. لأنه نور قلبي. أمين.
عندك أي طلبة صلاة أخ سيف؟ أخ سيف عندك طلبة صلاة؟ تفضل. أنا عايز أصلي من أجل كل المسلمين إن الرب يسوع المسيح يدخل قلبهم وينور قلبهم وينور حياتهم. كل المسلمين بيقول مش في حال. وأتمنى إن العالم ده كله يدفع الرب يسوع المسيح ويعبد الرب يسوع المسيح. أمين. أمين يا أخ سيف. هنصلي معاك أخ سيف. يا رب. مش عايزنا نصلي، هل عندك أي طلبة شخصية تحب نصلي معاك فيها؟ أنا عايز إن ربنا يبقى منور قلبي، وأنا عايز إني أتقوى في الإيمان أكتر وأكتر، وأنا عايز إني أبقى في يوم من الأيام مبشر باسم الرب يسوع المسيح. أنت عندك كتاب مقدس يا أخ سيف؟ لا لسه، أنا لسه جديد في الإيمان. طيب عندك كمبيوتر او انترنت؟ نعم. طيب لو رحت على الويب سايت بتاع قناة الكارما اللي هو www.alkarmatv.com هتلاقي الكتاب المقدس مقروء ومسموع، وهتلاقي على قناة الكارما ايضا برامج لخدام مختلفين، برامج هتشجعك وتثبتك وتوريك ازاي تكرس. وانا بشجعك لو انت مثلا عندك ايميل تواصل مع القناة هنا، لانه في احباء كتير بيبقوا على خطوط الصلاة وفي الخدمة، ممكن يوروك ازاي تقدر تبشر او تخدم او يبعتوا لك منشورات. لكن اذا عندك الانترنت الكتاب المقدس موجود عليها، وانا بشجعك انك تسيب تليفونك في الكنترول روم والاحباء في الكارما، لانك انت من نتاج خدمة الكارما جيت للرب. عاوزين الرب يستخدم كمان القناة لبنائك وتشجيعك وإنك تكون سفير. وأنا أصلي معك. يا رب نشكرك من كل القلب من أجل سيف، يا رب سيف الروح الذي هو كلمة الله. نشكرك لأجل كلمة الله اللي دخلت قلبه وغيرت حياته. أنا بصلي يا رب لأجل كل المسلمين في العراق في مصر في العالم أنهم ينجذبوا إلى معرفتك يا رب. وزي ما صبت يهوذا أصغر سبط أعطيته نصرة يا رب على 72 مملكة، إحنا بنطلب يا رب النصرة الروحية، لأنك دفعت الشعوب وممالكها للرب ومسيحه، ولأنه صار سلطانك يا رب على كل أمة وعلى كل قبيلة وعلى كل لسان. يا رب ارسل كلمتك إلى العالم الإسلامي لينفتح قلبه يا رب، ويكون شهر رمضان هو شهر التوبة ورجوع للرب ومسيحه واعتراف بخلاصك وملكوتك. نحن نصلي في هذا الشهر الذي يرفع فيه ملايين المسلمين قلوبهم لطلب الله ولمعرفته، ويقدمون أيضا الذبائح لغفران الخطايا، أن تلفت أنظارهم إلى ذبيحة المسيح الحية الذي دخل بدم نفسه لأقداس الله وجد لنا الفداء والخلاص الأبدي. نثق رب ونؤمن كما أعطيت يهوذا نصرة، تعطينا يا رب في الروح القدس أن جميع المسلمين يأتوا ويقبلونك رب وسيد ومخلص على حياتهم. آمين. 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 بنشكرك. آمين يا رب. آمين يا خسيف. حاجة أخيرة. تفضل. تفضل يا خسيف سامعينك. أنا كل رمضان كان بيجي عليا أنا كنت بكتئب، كنت بزيد اكتئاب. رمضان ده أنا فرحان. هللويا. مش عشان أنا ما بصومش. مش عشان انا باكل وبشرب، لا، عشان انا مسيحي، عشان انا بقيت مسيحي وبعبد الرب يسوع المسيح، عشان وجدت الذبيحه الحقيقيه اللي بتجيب الفرح، ذبيحه المسيح الابديه اللي قدم نفسه لاجلك ولاجل كل مسلم ومسيحي ولاجل كل شخص في العالم. وهو قال بقربان واحد اكمل الى الابد المقدسين، فلانه اكمل انت حاسس بالكمال، ولانه جرد الرياسات زي ما قالت الاخت منال وجردهم من كل سلطان، فرح الرب هو اللي قوتك. ما فيش حاجة في العالم شكرا. تفرح غير اسم يسوع. شكرا ليك أخ سيف على اختبارك. نشكرك يا أخ سيف. نشكرك، ربنا يباركك ويستخدمك لمجده. وزي ما الأسيس قال سيب تليفونك في الكنترول روم، نحب نتواصل معاك مرة تانية ونتكلم معاك أكتر. ربنا يباركك. عاوز أقول لأختي منال أنه في الاختبار ده الواحد بيطلع بنصرة واحدة، لكن الله بيحول النصرة الواحدة
ل70 نصر. ما فيش إله زي كده. يعني خميرة صغيرة بتخمر العجين كله. البذرة الواحد بيبذرها في الملكوت، تخيلي الشعب كان بيطلب لله نصر على الكنعانيين، لقى نفسه بينتصر على ملك قطع ايدين ورجلين 70 ملك، بيقول كما فعلت جازانا الله. لكن ايضا بنلاقي بعد كده انه يهوذا صار على الكنعانيين، لما بدا في الحرب اتشجع بعد كده انه يدخل واحد تاني، كالب، واخو كالب الاصغر اسمه عناثيل ابن قناز، ده كان اخوه الاصغر. وكان عند دخوله انه طلب من كالب، قال له اعطني بركه، فقال له اعطني بركه لانك اعطيتني ارض الجنوب فاعطني ينابيع بها. فاعطاه كالب الينابيع العليا والينابيع السفلى. انا عاوز اقول ان وقت النصره وقت عطاء، وان وقت النصره الناس الصغيره واللي ملهاش حس واللي غير معروفه زي اخو كالب الصغير بياخد بركه، بياخد ينابيع الروح القدس، ينابيع عليا وينابيع سفلى، يعني من السماء وعد الله في اعمال 2 يكون في الايام الاخيره اسكب من روحي على كل بشر. ده الينابيع العليا. طب الينابيع السفلى يا اخت منال، قال لك تصير الارض الناشفه والارض اليابسه مفاجر مياه. يبقى اذا سكيب من فوق ومن تحت، الارض اليابسه والارض الناشفه هتصير كجنه ريه. يبقى فيضان علوي وفيضان سفلي. يبقى الواحد لما بيدخل في طريق الانتصار، بيدخل في طريق الامتلاء بالروح القدس، بيدخل في طريق الغمر السماوي، ويقول لك كان الرب مع يهوذا فملك الجبل. بعد كده ايه؟ نسمع ان كل الاسباط دخلوا في النصره، ولما دخلوا في النصره بيت يوسف جاله اكتشاف جديد. يعني انا لما بحط نفسي في طريق الانتصار واكسب اول بوقعه من العدو، الله بيديني اكتشافات وبيديني اقول دي واخد المكالمه الثانيه. اخد مكالمتي. طيب. اقول دي بس. يقول ايه؟ فضل. استكشف صعد بيت يوسف ايضا الى بيت ايل والرب معه، واستكشف بيت يوسف عن بيت ايل، وكان اسم المدينه قبل اللوز. لاحظ انه يوسف ابن يعقوب، وبيت ايل دون البيت اللي شاف فيه سلم وملائكة الله نازلة وصاعدة. الاختبار ده ما اندفنش. اختبارات الماضي بتاعت أبائنا وأجدادنا اللي عاشوا في المجد، الله جدد الاختبار ووصله تاني لبيت إيل وسماه مدينة لوز. يبقى إذن في النصرة اكتشاف لخبرات الماضي، وفي النصرة أيضا رجوع للنهضة اللي بدأها الرب في حياة يعقوب الآب، رجوع إلى بيت إيل. تفضل. لكن أوقات يا سيس لما بيكون علي حرب، وحرب شديدة، ومش قادر أعيش في حياة النصرة ولا أخد طريق نصرة، لأن أنا مش شايف غير أن أنا متحارب من إبليس، أنا مش عارف أعمل إيه في اللي أنا فيه. هو إبليس بيعمل حاجة أنه يفضل يصيب معنوياتي، يدمر في معنوياتي أولا ويصيبني بالإحباط الشديد، وبعد كده يخليني أتقوقع جوه نفسي وأبتدي أنسحب، وأوقات كمان أنسحب عن الكنيسة وعن المؤمنين، فيفصلني عن كل المصادر والموارد اللي ممكن يجيلي بيها تشجيع وآخد قوة جديدة أقدر بيها أدخل الحرب، ويفصلني لوحدي. كويس. أنا عاوز أقول لك أنه الإجابة على السؤال ده هنلاقيها في قضاء في الأصحاح الثالث. هتلاقي إجابة حلوة ليه كل ده بيحصل حوالينا. لو رحنا القضاء 3، ياريلنا كده أول 3 أعداد. أول 3 أعداد من قضاة 3. فهؤلاء هم الأمم الذين تركهم الرب ليمتحن بهم إسرائيل، كل الذين لم يعرفوا جميع حروب كنعان، إنما لمعرفة أجيال بني إسرائيل لتعليمهم الحرب، الذين لم يعرفوها قبل فقط أقطاب الفلسطينيين 5 وجميع الكنعانيين والصيدونيين والحويين سكان جبل لبنان، من جبل بعل حرمون إلى مدخل حمات، كانوا لامتحان إسرائيل بهم لكي يعلم هل يسمعون وصايا الرب التي أوصى بها آبائهم عن يد موسى. شكرا. هنا بيورينا يعني الدنيا كلها حرب،
والحرب اللي بيتكلم عنها في سفر القضاء أصحاح 3 هي نفس المواقع اللي بتدور فيها الحروب دلوقتي والثورات في الشرق الأوسط. فالناس يعني بتستغرب، طب ليه يا رب سمحت بكده، واليأس والفشل والحاجات اللي انت بتتكلمي عنها أو بتشاركي بيها، ليه كل ده بيحصل؟ ده ليه غرض. بيقول لك إيه؟ ليمتحن الله، ترك الرب الأمم ليمتحن بهم إسرائيل، كل الذين لم يعرفوا أو يعرفوا جميع حروب كنعان. لابد أتعلم، يعني لابد هتعلم. طيب حضرتك يعني الله ممكن يستخدم إبليس أنه من أجل تعليمي، من أجل تغيير حياتي، من أجل أني أشوف أمور ربنا عايزني أخد بالي منها وأنا مش شايفها. نقول المضايقات، أو ليه المضايقات اللي بتحصل في كل حاجة من الشعوب اللي حوالينا؟ ليه؟ لأنه كل دولة حضرتك عارفة ليها جيش، ودولة من غير جيش يبقى ملهاش أي قيمة، يبقى العدو بيطمع فيها وبياخدها. وإحنا لينا شركتنا مع الآب وابنه، وإحنا مملكة سماوية، وإحنا لينا أسلحة محاربة في أفسس 6 اللي لو فاضل الوقت هنتكلم عنها، أنها ليست جسدية بل روحية، قادرة بالله على هدم حصون وكل، يعني لم بيقول مع الرياسات، مع السلاطين، مع ولات هذا العالم. فإذا الحرب موجودة موجودة وشغالة شغالة. طب ليه الدنيا عمالة تزنق مع؟ لازم أتعلم، مفيش طريقة تانية دلوقتي حضرتك. يعني الامتحانات اللي بتبقى في المدارس، الواحد عشان يتنقل من إعدادي الابتدائي الثانوي بيعدي على امتحانات بتتدرج في الصعوبة لغاية مثلا درجة الدكتوراه. لكن من غير الامتحان والصراع أن أنا أقدر أنجح في الامتحانات دي مش بترقى. فعشان كده الله عاوز يتملك الأرض بشعبه وعاوز يدخل بيهم، لكن في ضيقات وفي امتحانات. فعشان كده بيقول لك ليمتحن بهم إسرائيل، كل الذين لم يعرفوا جميع حروب كنعان. لابد أن يكون عندي خبرة حربية، لابد أن يكون عندي خبرة إلهية، والخبرة دي مش صعبة زي ما هنعرف. وبيقول لمعرفة أجيال بني إسرائيل لتعليمهم الحرب الذين لم يعرفوها قبل فقط. فأولا العالم موضوع في الشرير، أولا كمان بيتقدم الناس إلى أردأ، والناس بنقول يعني في الآيات الأخيرة بيقول عنهم الكتاب يكونوا محبين لأنفسهم، ما فهمش محبة الله. فالحرب شغالة شغالة، حرب البغضة، حرب الحسد، حرب الأرواح الشريرة. لكن ليه أنا موجود في الوسط ده؟ في الوسط ده لازم أتعلم إزاي أحارب وإزاي أنتصر، مش بس في أمريكا، في العالم كله. فبيقول دولا كانوا لامتحان إسرائيل لكي يعلم هل يسمعون وصايا الرب. يبقى إذن غرض الحرب أو غرض الأمم أن ربنا بيعلمني الحرب، ربنا بيشوف مدى طاعتي ويشوف مدى تمسكي بالكلمة. كمان عاوز الرب يشوف هل أنا بحبه هو شخصيا ولا بحب العالم. لأنه لما سكن بني إسرائيل في وسط الكنعانيين والحسيين والأموريين والفرزيين وكل الشعوب دي، بيقول لك اتخذوا بناتهم لأنفسهم نساء وأعطوا بناتهم لبنيهم وعبدوا آلهتهم. يبقى القداسة، القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. وأهم حاجة في القداسة الزواج، الارتباط. أول حاجة بينشن عليها العدو الخير ابنك وبنتك، أول حاجة عاوز يضربوا فيها جوازه وارتباطه، يا أما يدخله في جوازة فاشلة يا أما يدخله في علاقات فاشلة. أول حاجة يعني بعد ما انتصروا على كل الشعوب دي قال لك مش هيجيبهم غير الجواز. نعرف عن طريق الجواز، نقول ما فيش فرق، مسلم ومسيحي إيد واحدة والاتنين يمشوا مع بعض، وده ياخد من ده وده ياخد من ده، ومش مهم الولاد يبقوا تبع دين مين أو كل اللي نبي والكلام ده. فأول حاجة ضربهم فيها الارتباط. ليه؟ انفصلوا عن الله. يقول لك عملوا الشر ونسوا الرب إلههم وعبدوا البعليم والسواري، فحمي غضب الرب وصرخ بعد كده بنو إسرائيل. فدي الحاجات، خمس حاجات حصلت في حياة الشعب. ناخد اتصال ونكمل. معانا الأخ ريتشارد من كندا، أهلا بيك حضرتك على الهواء، تفضل. سلام المسيح معاكم. أهلا بيك يا أخ ريتشارد. سلام من ملك الملوك ورب الأرباب. أهلا بيك. يسمع صوتكم يوصل لأقصى الأرض. أمين باسم يسوع. حتى يصلون،
حتى يأتوني إلى ملكوت الرب باسم يسوع. أمين. بقوة دم الصليب. أنا 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 أشكرك على هذا البرنامج الحلو. ربنا يبارك. والناس بيسمعون صوتكم ويسمعون صوت باسم المسيح كفاية على العالم. هللويا. أنا 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 أشكر أخي في الاتصال من العراق. أنا 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 برضو عراقي أشوري. فرحت كثير. يا ريت لو أخ سيف بيسمعني أرجو منك. أنا لاحظت الأخ أليكس بيسألك لو عندك كتاب المقدس. أنت قلت ما عندي. فهو أعطاك ترشيدات صحيحة بالنسبة للكمبيوتر تذهب عليها وفي إنجيل مكتوب كل شيء اللي تريده. بس أنا أريد أوصيك لو أنت من بغداد في كنيسة إنجيلية في منطقة اسمها القصر الأبيض. أنا سامع بها كنيسة إنجيلية. لو تذهب لو أنت من بغداد أرجوك إذا ما تسمعني أتمنى أن أعطي قوة دم الصليب أن تسمع صوت. لأن أنت من الخراف الضايعة المسيح بيدور عليها في كتاب يوحنا 10 وعدد 16 بيقول ولي خراف آخر ليست من هذه الحظيرة ينبغي أن أأتي بتلك أيضا فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة وراعي واحد. يا أخ سيف أنت من 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 الخرفان الضايعة اللي وجدك يسوع. أنت شفت الطريق اللي لا يثني. اتخليت عن طريق الشيطان وجيت ورا المسيح. ما يتركك ولا يهملك. أنا أعطيك وعد. اسأل أخوك. أنا المجرب. أنا كنت تايه مثلك بس أنا أصلي مسيحي عادي. بس لما سلمت قبلت المسيح شوف لي مجده وشوف لي برهانه. أنت اذهب إلى هذه المنطقة اللي قلت لك عليها. إذا بتسمع أرجوك أتمنى من مجد الرب أن يسمعني أخفيف لذا هو يشاهدني. وراح أترك تليفوني في الكنترول روم. يا أخفيف لو عندك أي اتصال اتصل بي وأنا أكون خادم إلك أرشدك. وإنت اسمع كلام اللي قال لك القس أليكس. افتح الكمبيوتر واطلع على الكتاب المقدس على الكارما tv.com وتريد كل شيء تريد بالنسبة للكتاب المقدس موجود بالقناة. أشكرك. في نفس الوقت اذهب إلى المنطقة القصر الأبيض كنيسة الإنجيلية. أوكي يا أخ ريتشارد. ممكن حضرتك تبقى تسيب البيانات بتاعة الكنيسة في الكنترول روم. بنشكرك على مشاركتك وعلى تشجيعك للأخ سيف. نشكرك جدا. أنت صديق لقناة الكارما وربنا يباركك ويستخدمك لمجده. نشكرك يا أخ ريتشارد. ناخد اتصال تاني يا سيس. معانا الأخ حسن من ميتشيغان. أهلا بيك يا أخ حسن. كريمة. أهلا وسهلا يا أخ حسن. تفضل. الخير حضرت القصيص. أهلا أخ حسن. تفضل يا أخ حسن. أنا مبارح طلبت صلبي كنت من كان عندك قضية بالنسبة للهجرة أوراق الهجرة. أيوة. أنا مبارح اليوم كان عندي محكمة. أيوة. ألو. أيوة معاك. سمعينك يا أخ حسن. تفضل. أنا كان عندي محكمة اليوم. أيوة. أول شيء بدي أشكر يسوع. هللويا. مجدًا للرب. فرحت. لأنه يسوع كان معي اليوم. مجدًا. صدقني أنا تخيلته هو عم برافع كان بالجلسة وعم بيدافع عني. هللويا. نشكر الرب وبشكر حضرة الأستاذ كمان. عطوني الإقامة بأمريكا. نشكر الرب. مجدًا للرب. أنا صدقني لحد هلا مش مصدق حالي. هللويا. يعني سردبت بالمحكمة صدقني. لأنه أنا صار سنة ونص عم بتعذب. وحطيت محامي وحطيت كل شيء بس صدقيني ما حدا نفعني إلا يسوع. هللويا. نشكر الرب. نشكر الرب وعطوني ورقة لأني لبشر ورائي بالإميجريشن ابتداء من التنين. هللويا. نشكر الرب. يعني نقول خدت جرين كارد يعني. القناة اللي سهلتنا إنه تعطينا صلاة لهذه. أنا بشكركم كتير كتير. هللويا أخ حسن. أو اللي بدي نشكر كمان هو يسوع.
امين امين. لانه كان معي لحظه بلحظه صدقيني، وكنت انا شايفه هو اللي عم يدافع للمحامي. مجد للرب. شكرا يا اخ حسن، ربنا يباركك ويستخدم حياتك ويكمل خطته في حياتك لمجد اسمه. نشكرك على اتصالك. خلينا نرفع صلاه شكر لاجل الاختبار الحلو. أمين ده. يا سيسي. يا رب احنا بنشكرك لاجل مجد يسوع الذي يرى من خلال هذه القناه في كل انحاء العالم يا رب. شكرك يا رب. شفناك يا رب في العراق، وشفناك في السويد، وشفناك في لبنان، وشفناك في انجلترا، وفي كل انحاء العالم. يا رب اولا بطلب الشكر والمجد لاسمك، وبركة خاصة يا رب لقناة الكرمة اللي عاملة زي هيكل سليمان، اللي كل واحد يا رب بيرفع ايده وبيتجه نحو يسوع اللي في هذا المكان المقدس. انت بتسمع من السماء وبتدي اوراق الهجرة وتصالح ازواج على زوجاتهم، وبترمم يا رب المدن الخاربة. يا رب احنا مديون القلب ان يشكرك على محبتك وعلى الامانة والقداسة والخدمة والصلوات المرفوعة من قناة الكرمة 24 ساعة 7 أيام. أشكرك يا رب لأن احنا سنملك بالحب والسلام، وسنملك باسم يسوع المسيح. أشكرك لأنك رافقت الأخ حسن، وإحنا طلبنا لأجل قضيته يا رب امبارح، وهو قال مش المحامي ولا إنسان، يسوع اللي كان بيدافع ويسوع اللي كان بيتكلم، وبعد 3 سنين ونص مرمطة وتعب اداني الأوراق. ليك المجد يا رب. احنا بنعبد إله حي. نعم. احنا بنعبد رب ومسيح يستاهل المجد يا رب. نعم. بنقول لك صغار صغار نحن عن جميع ألطافك والأمانة اللي صنعت مع عبيدك. انا شايف ناس عندها لسه مستنية قرارات من الهجرة. هات الورقة بتاعك دلوقتي، هات ورق القضايا أو أي جواب جاي لك من الهجرة، وحطه بالإيمان قدام الشاشة، وأنا هصلي لأجل كل اللي عندهم هجرة معطلة أو قضايا في الهجرة. الرب هيمشيها. عاوزك تجيب الجواب، أنا بديك فرصة كام ثانية، روح دور على جواب الهجرة وحطه قدام الشاشة وصلي معايا. واللي حصل مع الأخ حسن هنشوفه هيحصل مع مئات وألوف. يا رب احنا الأخ حسن ده البكورة يا رب اللي انت اديت له الجرين كارد، لكن أنا بصلي يا رب لأجل كل يد مرفوعة وكل جواب من الهجرة الآن موجود أمام الشاشة. أشكرك يا رب لأن إلهنا حي. قال أنا حي فأنتم ستحيون. أشكرك يا رب لأجل آياتك وعجائبك في هذا المكان الذي خصصت وقدسته إليك، وسترى عيوننا أمورا أعجب. يا رب أنا بصلي على كل جواب من هجرة، بصلي على كل نفس يا رب بتطلب أوراق الهجرة في اسم الرب يسوع الذي له مفاتيح داود ويفتح ولا أحد يغلق. تفتح أبواب الهجرة لكل نفس تتحد بينا الآن، وسنرى أعظم في قوة الدم الغالي. أشكرك لأنك سمعت واستجبت. أمين أمين. جات لنا طلبت صلاة تانية، في حد عنده قضية حادثة سيارة، لكن هو مظلوم في القضية ديت وهو طالب صلاة. أمين. تحب نصلي له دلوقتي أسيس، ولا ننتظر في نهاية الحلقة نصلي لطلبات الصلاة؟ نرفع بسرعة. أوكي. يا رب أنا بصلي لأجل كل قضايا مرتبطة بحوادث السيارات أو بتعويضات. تعال يا رب فك كل القضايا. يا رب نشكرك لأنه مكتوب عنك أنت هو الرب شارعنا، أنت قضينا يا رب، أنت اللي بتقضي للمساكين، وأنت اللي بتقضي يا رب بالعدل لعبيدك. نشكرك لأنه يا رب إلهنا حي، إلهنا أمين وعادل، حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. أثق يا رب بأمانتك وعدالتك أن تتدخل في كل قضية لكل مشاهدي شاهدنا الآن. أمين 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 يا سيس. عايزين نكمل باقي الموضوع. كنت بسأل حضرتك، وحضرتك كنت ابتديت تتكلم على أنه هل الحرب أوقات بتكون بسماح من الله، الله بيسمح ده أنه إبليس يحاربني من أجل تغيير حياتي. حضرتك كنت بتكمل في النقطة دي. أيوة.
لو رحنا كملنا في الموضوع ده، احنا قلنا عن اساسات النصره 5 6 اساسات، لكن برضو ايه الاساس السابع هو عباده الرب. عبد الشعب الرب كل ايام يشوع وكل ايام الشيوخ الذين طالت ايامهم، الذين راوا كل عمل الرب العظيم الذي عمل لاسرائيل. ده في قضاة 2:7. يبقى اذا عباده الرب والسجود للرب مع التقديس، عبادة كانت بفرح، عبادة كانت بنصرة. بيقول أيضا لما كان الشعب بيتزنق في الشر ويصرخ للرب، بيقول لك إيه؟ أقام الرب قضاة في عدد 15 فخلصوهم من يد ناهبيهم. يبقى ما فيش قاضي أرضي هيقدر يحكم بالعدل. وزي ما قال الأخ حسن، كان بيشوف يسوع في المحكمة هو اللي بيدافع وهو اللي بيقاضي. يبقى الحاجة السابعة في النصرة بعد الحاجات أن الله أقام القاضي الأعظم ربنا يسوع المسيح اللي معاه كل شيء مكشوف وعريان لدى ذاك الذي معه أمرنا. فربنا هو اللي بيقيم القاضي، هو اللي بيخلص. وبيقول لما أقام الرب لهم القضاء كان الرب مع القاضي، خلصهم من يد أعدائهم كل أيام القاضي، لأن الرب ندم من أجل أدينهم. يبقى إلهنا إله محب، إله عادل، بيقضي لينا بالحق، وهو اللي معانا عشان يخلصنا. أمين يا سيس. عايزة أسأل حضرتك في الأسلحة بتاعتنا، إحنا أكيد لينا دور في الحرب دي. الرب يسوع دفع لينا السلطان، وإنه الحرب مع عدو الخير حرب محسومة. نتيجتها إنه الفرس وراكبه ترحمة في البحر، إنه الرب يعني هو كسر كل قيود إبليس وكل السلطان اللي الإبليس على الصليب، وأشهرهم جهارا زي ما بنقول، ظافرا بهم فيه. لكن إيه الدور اللي عليا في الحرب دي؟ طب أستأذنك أسيس ناخد فاصل، نطلع فاصل، بيقولونا نطلع فاصل ونسمع ترنيمة رائعة ونكمل معاكم إيه دورنا في الحرب دي.
وقعدت لو يوم رجع وعدت ارضى عليه، وده وعدي حكمه نفس، ده وعدي حكمه نفس. لو ضهري ماضي عليه انا انا يسوع
أحب أنا المشاهدين، أهلا بكم مرة تانية. وأصل يسوع، ويسوع هو أصل الفرح زي ما بتقول الترنيمة، وعدونا مهزوم وإحنا في إلهنا أعظم من منتصرين. أحبائنا بنعتذر عن العطل الفني اللي حصل، ورجعنا تاني معاكم نستكمل موضوعنا عن الحرب الروحية. أحبائنا المشاهدين، بشجعكم إذا كانت الحرب عليك شديدة وإنت متعرض لحروب شديدة من إبليس، بنحب نقولك إنت مش لوحدك، يسوع واقف جنبك، وإحنا كمان عندنا الاستعداد إن نقف جنبك ونصلي معاك. بنشجعك إنك تتصل بينا، كل حبايبنا وإخواتنا على التليفون منتظرينك تتصل وتصلي معاهم، وإحنا كمان نحب نصلي معاك. ربنا يبارككم ومنتظرين تليفوناتكم. اتفضل يا أسيس نكمل حلقتنا. وإحنا كنا بنقول الله بيسمح بالحروب علشان ينقيني ويغير ويشكل في حياتي، وإنه أنا ليا دور في الحرب دي. صح. لو فتحنا كده أفسس 6 هنلاقي إنه اللي أهم من الحرب الاستعداد للحرب، وإنه قبل ما الدخول في الحرب أو في المواقع الحربية إن دايما يعني فترة الحرب بيسبقها إعداد الجيش في تدريبات، إنه الواحد يكون واقف صح، لابس صح، بيتصرف صح، بيسمع صح، متأكد إنه زي ما بيقولوا الرجل المناسب في المكان المناسب. فهنا الرب قبل في أفسس 6 قبل ما نخش على الحرب بيكلمنا عن شوية علاقات، لابد من العلاقات دي لو صح ومترتبة بطريقة مظبوطة أكيد أكيد هتضمن النصر. فأول حاجة بيقول أيها الأولاد أطيعوا أولادكم في الرب، أطيعوا والديكم في الرب لأن هذا حق. فأول حاجة يعني إحنا بنعيش في عصر ما فيهوش طاعة، لا أب عاوز يسمع لابن ولا ابن عاوز يسمع لأب، وكل واحد زي ما أقول لك إيه ماشي براسه. فالبركة للأبناء بتيجي من الأب اللي هو رأسه هو المسيح، اللي هو المسيح رأس الرجل والرجل رأس المرأة. فأنا في خضوعي للأب الأرضي بخضع للمسيح اللي فيه. فكانت خطية إبليس بيقول لماذا سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح، وأنت قلت في قلبي أرفع كرسية فوق كواكب العلي. خطية إبليس أنه كان عاوز يحط كرسي فوق الله نفسه، ومين هو الله وأنا ليه ألتزم بقوانين الله وليه عشت أنا والله واحد أنا أعظم. وده الفكر الإلحادي أو الفكر الذي لا يؤمن بوجود الله، أنا موجود أنا أفكر أنا 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 أنا، غير الحال المسيحية أحيا لا أنا بل المسيح يحيا في. فأول حاجة بيتكلم للأولاد عن الطاعة اللي هي في البيت. تاني حاجة بيكلمنا عنها علاقة الأولاد بالأباء، بالأبناء بيقول أكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بعهد، أول وصية بوعد. فالله هنا بيتكلم برضه في سفر التثنية بيقول من سب أباه وأمه، اللي بيسب الأب وبيسب الأم سراجه في حدقة الظلام، أمثال 20:20. والعين المستهزئة بأبيها والمحتقرة إطاعة أمها تقورها غربان الوادي وتأكلها فراخ النسر، أمثال 30:17. يبقى ما كنتش شخص متمرد في بيتي، متمرد في حياتي، متمرد على رؤسائي، وأقول يا رب ليه كل اللي بيحصل ده، أنا بطيع لأن الخطورة الشخص اللي بيعيش في حياة عدم طاعة شخص حتى معرض للهجوم من الهوى، يعني ممكن الغراب فعلا أو ممكن يتعرض لمصيبة وهو ماشي من غير حاجة كده يلاقي نفسه وقع طب مات وانتهى. ليه؟ لأنه الله عاوز الطاعة. هو قال لشعبه أنه أريد رحمة لا ذبيحة. الرحمة اللي هي القلب الرقيق، القلب الرحيم اللي بيخليني أعيش في طاعة وهارموني مع كل الناس اللي حواليا. أسيس استأذنك معنا التليفون بقى له فترة ناخده. معنا دكتور مدحت من كاليفورنيا، أهلا بيك يا دكتور، وأسفين بقالك فترة معنا. أهلا بيكو. أنا أتمتع ببركاتكو وبركات المسيح في حياتكو. مجدا للرب، نشكرك يا دكتور مدحت. تفضل كمل سامعين حضرتك. أحب أبتدي مداخلتي ذكر ان انتوا ماشيين طبعا خطة المسيح بالملي في كل برامجكو، في الترتيل، في التوقيت، في الارشاد، في الوعظات.
go ahead, go forward زي ما بيقولوا. انا مبسوط ان انتوا كمان مش زي بعض قنوات تانية got involved بالسلبيات بتاع الاسلاميات والشتايم والحاجات دي، ان انتوا محافظين على معظم برامجكم كلها الصدق وحقيقة وحاجات روحية. حتى نشكر رب، حتى احنا عايزين نمجد يسوع. كان للسبب، كانت رسالة، رسالة ليا فريق الشموع. أنا أعرف almost معظم أعضاء جوز أختي الدكتور ثروت عازف على الكمانجا، وابنه شادي عازف على الكمانجا، والأخ نادي، وأعرف الأستاذ فيكتور. فأنا أعرف، فأنا بس بهنيكوا إن أنتوا ماشيين تبع خطة ربنا. خلينا نخش سبب مكالمتي. عندي مشكلة جامدة قوي. في واحد، أنا عندي بيزنسز وحاجات زي كده. أنا أساسا دكتور، بس سبت الطب بقالي كام سنة وبشتغل في الريل استيت والإنفستمنت. عندي بيلدينج، واحد هندي عبارة عن الشيطان متجسد في جسد إنسان. انتهز فرصة من حوالي بيزيكلي من حوالي سنة، وكان عندي مشكلة مالية، بعض مستأجرين مش دافعين، فالبنك قرر يبيع النوت مش البيلدينج. والراجل ده اتصل بيا من قبل ما حتى يخش في اوكشن، وعرض، قال لي انا انفستور وعندي فلوس واقدر اشتري ب 200,000 300,000 وابحولك لو عطيتني 50,000 زيادة. وصدقت، وكنت أياميها بحاول أجيب كاش من بعض الناس تانيين وانفستور، وأنا كان عندي جزء. anyway كسب في الأوكشن دوت. كان يوم 29 شهر 9 2010، لأنه أوكشن فأخذوا خلال 4 أيام عمل الإسكرو. يوم 11 يعني بعد 4 أيام، فأول يوم لي رسمي على الأكشن على اللون، بعت لي ورق فوركلوجر اللي هو كان قايل أنا هشتري وحاول أدهولك لو عطيتني عليه 50,000. وابتدت المشاكل، ولغاية دلوقتي المشكلة، لأن أنا راجل مؤمن وأنا وعدي وكلمتي اللي قلت له معايا فلوس هتقدر أدفع لك لمدة 6 شهور لقدام. دكتور مدحت، المشكلة لسه قائمة مع الشخص ده؟ المشكلة لسه قائمة. اضطريت ان انا اهير 3 لويرز كلفتني 80,000 عشان ان الراجل دفعت له اول شهر، حتى ما اعتبر ان انا ما دفعتهوش واستمر يحاول. يعني ابليس هاجمك، ابليس هاجمك من اجل انه يسلبك. مظبوط، كان هو ده الشخص، عباره عن ابليس اللي استخدمه، ده الشخص اللي استخدمه ابليس من اجل انه يسلبك. مظبوط. ربنا ظهر لي في رؤى، وانا شخص مؤمن من زمان قوي، من اوفر 35 years، من كنيسة العطارين في اسكندرية. انت صديقي بقى، انا ليا اصدقاء رسائل. سوري، انا ليا اصدقاء كتير في كنيسة العطارين. اوكي، فاكيد انا من ايام عهد القسيس صمويل وهبة. اتفضل. أيوة. دكتور مدحت، هنصلي معاك دلوقتي. طب ممكن اقول بس اخرها، انه الراجل ده اخر حاجه، انا عندي حاليا بانكروبسي بكره المحكمه. والراجل ده رشى كل الناس، فانا بكره رايح المحكمه ادافع عن نفسي من غير محامي في مساله حوالي 2 مليون دولار ومحاميه طبعا المسيح. وعاوز اقول حته بسيطه قبل ما الاساس يصلي معايا، انا هسمح له، يا ريت يباركني ويصلي لي. امين. هقول حته صغيره عباره عن رساله جات لي من برضك من بعض اشخاص، عاوز اشاركها مع بقيه الناس، وده اللي مخليني انا بقالي ايام ما بنامش دقيقه واحده. هشارك حتة سطرين من الرساله، وبعدين اطلب من ابونا الاساس يصلي ان بكره، هو طبعا محاميه المسيح ومحامية الله وريدي أمر بنصرتي. أنا بكرة أنا بحارب الرجل ده وبحارب المحامي بتاعي،
المحامي بتاعي نفسه اتقلب عليا وامتنع يجي وزور في اوراق. قلت له هدخلك السجن. قال لي بتهددني؟ قلت له لا ده حقيقه ومعايا الاوراق اللي هدخله السجن ويمكن يخسر فيها اللايسنس بتاعه للدرجه. والراجل دوت من كنيسه احنا في ويست ليك المحامي. لا مش عايزين نتكلم عن اشخاص او عن شخصيات على الهواء او، لكن احنا عارفين ان محاربتنا ليست مع دم ولحم بل مع اجناد الشر الروحيه في السماويات، وده اللي القسيس النهارده هيصلي مع حضرتك علشانه، وانه بكره ان شاء الله تروح وبمرافقتك الروح القدس والرب يديك نصره في القضيه ديت. قسيس تصلي للدكتور مدحت. هو ده الموضوع اللي كنا بنتكلم عنه قبل الفاصل، أنه شعب الله لما امتزج مع الحسيين والكنعانيين سلبوهم وضايقوهم وخدوا منهم كل حاجة، فلابد في أي نوع من الشركة أكون حريص حتى لو فضلت أنا لوحدي كمؤمن وأعمل العمل بأمانة وببطء شوية. مش لازم أن أنا أوسع نفسي مع غير مؤمنين، لكن هنصلي. يا رب نشكرك من كل القلب من أجل الدكتور مدحت وإيمانه. يا سيد الرب أنت اللي عندك القوة يا رب، وأزمنة رد كل شيء ترد ليه المسلوب وكل ما سلب العدو على سبيل اختصاص. بصلي يا رب لأجله ولأجل كل شخص مظلوم سلبت أمواله أو اندحك عليه أو اتفرض عليه يا رب ديون وأشياء هو ملوش ذنب فيها. أنا بصلي يا رب أنك تستعلن في قضيته وترد ليه كل شيء. نشكرك لأنه دفع لك كل سلطان، ونحن باسم يسوع زي ما كان شعبك يا رب يصرخ إليك في القديم فكنت تقيم القاضي والمخلص. أنت تقيم رب القاضي والمخلص الدكتور مدحت ولكل أمثاله وتخلص ثروته من النهب والسلب. أمين. قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. لذلك اتصل بنا على 714-709-4300، ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com، أو ارسل لنا على P.O. Box 3610 Seal Beach, California 90740. بقنا مشاهدي قناة الكارما رجعنا لكم مرة تانية، وبنعتذر عن العطل اللي حصل. الحقيقة العطل حصل مرتين ولسببين مختلفين. المرة الأولى كان في حرب على الأجهزة وحصل فصلة واضطرينا أنه القناة تفصل. في المرة الثانية كان الأمر خارج عن إرادتنا تماما، أن الكهرباء قطعت في السيتي اللي احنا موجودين فيها في البيلدينج كله، وقطعت القناة وكل الخطوط وكل التليفونات فصلت. ومش بس احنا و174 بيلدينج حوالينا الكهرباء قطعت، لأن قناة الكارما بتعتمد فقط على الكهرباء اللي بتاخدها من السيتي وما عندهاش جنريتور أو مولد للكهرباء، وده لأن تكلفته عالية جدا حوالي 200,000 دولار. لكن بنعتذر على هذا العطل، وإنه إبليس أكيد متضايق من النفوس اللي كل يوم بتعرف الرب والمعجزات اللي كل يوم الرب بيعملها من خلال قناة الكارما والتغيير اللي بيحصل في حياة النفوس. محتاجينكم، محتاجين تقفوا معانا، محتاجينكم تصلوا لقناة الكارما، تصلوا لينا للعاملين فيها، تصلوا لاحتياجات الكارما. محتاجين وقفتكم معانا سواء بتعاضدكم المادي أو بصلواتكم من أجل القناة. لكن كانت فرصة كويسة أن احنا نرفع إلهنا في وقت ما القناة فصلت. كل الاستاف اتجمع في الاستوديو وطلبنا الرب وعلينا الرب وسبحنا الرب، والكهرباء جت مرة تانية. أسيس أليكس إبليس متضايق، عمالين نتكلم عن مملكته ومملكته بتتهد كل يوم وكل ساعة وكل لحظة بنفوس بتيجي للرب.
أمين. فاللي بيحصل غير عادي. أيوه. بنشكر الله، يعني فعلا كانت فرصة صار لينا كلنا كفريق، لكن أنا بوجه اهتمام السادة الجماهير اللي بيشاهدونا وبنقول لهم عمل الرب بيتعظم. يمكن كان اختبار الأخ حسن اللي بعد 3 سنين ونص مرمطة في المحاكم، الرب هو اللي قضى ليه والرب هو اللي أنصفه. الناس عشان قضية واحدة أخت منال مستعدة تدفع 50-60 ألف، وإحنا بنقول إن إحنا قضيتنا هي إن إحنا نجيب النفوس للرب ونخلص من النار ونختطف من النار النفوس الهالكة. عشان كده بناشد أحبانا المشاهدين، امبارح كان في حلقة في قناة الكرمة عن قد إيه العالم العربي بيصرف كل سنة على الصحراء وعلى الشعوذة وعلى أعمال الشر. فطلع الرقم أفتكر حسب ما أنا فاكر سنويا العالم العربي ينفق على السحر وعلى أعمال الشر ما يقرب من 5 إلى 10 مليار دولار. مصر نصيبها لوحديها اللي بيروحوا للصحراء واللي بيروحوا لأعمال الشر، قال فاكر على حسب ما افتكر الرقم اتقال، وده كان من قناة سيكولر يعني ملاش دعوة بالدين ولا حاجة، حوالي 10 مليار جنيه عشان يلاقوا حل لحياتهم. والقناة بتقدم الكل مجانا، يعني إذا الناس بتصرف عند ساحر أو عراف الألهف تعالوا نقدم للرب يسوع، احنا بنقدم بنعمة الله الحل الحقيقي في الطريق والحق والحياة. احنا مش بنغير طبعا من الناس دول، لكن بنشوف قد ايه الناس مستعدة تنفق على اله الظلام واحنا عندنا الاله الحقيقي واحد. انا بس بسرعة في عجالة بختم بسلاح الله الكامل لما بيقول اخيرا يا اخوتي تقاوموا في الرب وفي شدة قوته. الله لا يدعونا فقط للقوة، ده في افسس 6:10، لكنه يدعونا الى كل ما هنيجي في الرب، مش مع الرب ولا بالرب لكن في الرب. فالرب يعني التصق بالرب فهو روح واحد، نستمد القوة دي منه هو قوة، ومش بس قوة لكن شدة القوة أيضا، يعني قوة بلا حدود. وبعد كده الرب بيفهمنا مصارعات كثيرة في العالم العربي فاكرنا مع رؤساء وملوك، لكن المصارعة الحقيقية مش مع دم ولحم. عدوك مش رئيسك، عدوك مش الشخص اللي بتشتغل معاه، عدوك مش زميلك، عدوك هو رئيسك الحقيقي اللي هو الرؤساء والسلاطين ولات العالم على ظلمة هذا الدهر مع أجناد الشر الروحية في السماويات. عشان كده احنا بيقول أرفع عيني إلى السماء من حيث يأتي العون. كل مرة برفع عيني على السماء أنا بهزم الأعداء اللي في الظلام. الظلمة كانت في المكان، ما كانش فيه كهرباء، اتحدنا كلنا في الصلاة كفريق وانتهرنا رئيس سلطان الهوى، والرب جاب النور والكهرباء. عشان كده ما فيش حد نقدر نتهمه بالظلم أو بالعدوان غير إبليس. مرة تانية بيقول البسه، مرة تانية بيقول احمله. فاللبس بيكون في الوضع المدني، لو الجندي عايش حياة مدنية مستقرة مش في حالة حرب برضه وهو بيتوجه للعمل لازم يروح بالثياب الرسمية، ده اللبس. يبقى اللبس في الأحوال المدنية العادية، الحمل السلاح في حالة الحرب، احمله سلاح الله الكامل. ودايما الكتاب بيتكلم عن الشيء الكامل، لما بيقول مرة يقول البسوا سلاح الله الكامل ومرة تانية يقول احملوا سلاح الله الكامل. فيبقى في حالة السلام اللي ما فيهاش حرب في كمال في اللبس اللي أنا لابسه. من ضمن الثياب ألبسني ثياب البر، ألبسني ثياب الخلاص، في ثياب التعفف، في الثياب البيض اللي بنرى فيها اللي هم على جبل صهيون اللي هم كانوا مع الرب في ثياب بيض وأتوا وغسلوا وبيضوا ثيابهم في دم الخروف، هي دي الثياب اللي الرب يدهل. بعد كده بيقول لأنك لاحظ انه هنا الرب بيقول لنا ايه، مجرد حمل السلاح، حمل السلاح وانا ماشي بالسلاح ده هو اللي بيدي القدرة ان نقاوم في اليوم الشرير وبعد ان تتمموا كل شيء ان تثبته. يعني في ميدان الحرب انا بس احط نفسي في الثياب الالهية في الشكل الالهي، ده هيمنحني الثبات، هيمنحني النصرة الاكيدة. ثالث حاجة الله بيدعونا اليها بعد لبس السلاح وبعد حمل السلاح الثبات. اثبت لما يقولوا ثابت
مهما يكون في حروب ومهما يكون في طيارات ومهما يكون في الأجواء العدو ثابت، يعني ما تتحركش من مكانك، اثبتوا ممنطقين أحقاقكم بالحق. يعني في ناس بتمشي، ناس كتير أنا شايفها مهزوزة، حياتها مهزوزة من جوه بسبب أوضاع اقتصادية، بسبب أوضاع مادية. لما بيقول ثابت الحقوين، يعني في ناس بتمشي بتترنح، في ناس بتمشي بتقع في الطريق، لكن لما بيقول الحقوين زي اللي هو مكان الحقوين ما يحط الحزام، يعني لا تتهز يمين ولا تتهز شمال، لكن أيضا يقول لابسين درع البر. اللي هيثبتني في الوقت ده الحق. الحق ده فين؟ الكلمة النبوية اللي هي أثبت، اللي احنا بننتبه إليها كما إلى سراج منير. هذه الكلمة يكون الله صادق وكل إنسان كاذب. احنا بنصدق يا رب أن كلمتك هتثبتنا في وقت الأزمات. وبعدين مرة أقول كمان حاملين فوق الكل ترس الإيمان. لاحظ أن أنا مش بدخل في مواجهة فيس تو فيس مع العدو، أنا كله إيه؟ بحط نفسي في ثياب الله، بحط نفسي في سلاح الله، بحط نفسي في العلاقة، بلبس وبحمل وبتحرك وبحمل فوق الكل ترس الإيمان اللي هو في عبرانيين 11 الذي به تقدرون. الله يتكلم عن سلاح كامل، عن إطفاء لجميع سهام الشرير الملتهبة الذي به تقدرون. يبقى إذن القوة بتاعتي مش في عضلاتي، القوة في السلاح اللي أنا لابسه، القوة في السلاح اللي أنا حمله، القوة في وضع الوضع الداخلي مش الوضع الخارجي. الوضع الداخلي اللي بيتكلم عنه الإيمان اللي هو الثقة بما يرجى والإيقان بما بأمور لا ترى. احنا صلينا لما النور انطفى قلنا يا رب بنشكرك وبنثق بإيمان انك رجعت الكهرباء، بنثق يا رب بالإيمان انك بعت جنريتور لقناة الكرمة عشان النور ما تقطعش تاني. فإذا الكلام اللي احنا بنقوله في الهواء هو اللي بيحصل. وفي الآخر يقول مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح ساهرين لهذا بعينه. لاحظ أن الصلاة والطلبة لازم تكون في الروح، معنى أنها تكون في الروح. الكتاب يقول لأننا لا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، لكن إحنا سيبنا نفسنا للروح في فرصة انقطاع الطيار. وإحنا في الروح أختي منال، الرب حط على قلبي أننا أقول إيه، إحنا هنرنم وهنسبح دلوقتي، وبالترنيم والتسبيح هتنكسر وطوع أسوار أريحة والنور هيرجع. وإحنا فعلا أنا سمعت الصوت ده من الرب وإحنا بنقول كده خلصنا الترنيمة، النور جه مجرد مخلص. ليه؟ لأنه محتاجين إن إحنا كلنا وإحنا بنرنم يا رب أنت دلوقتي عايزنا نسبح، إيه الترنيمة الجديدة اللي أنت هتحطها في فمي؟ يعني وأنا بصلي الصلاة، كلمة صلاة يعني صلة، ما ينفعش إن مثلا إحنا الاتنين في برنامج أنا أفضل أتكلم، أنا بتكلم كتير سوري، وأنت تفضلي ساكتة، لازم إيه أنا أتكلم وأسمع منك شوي، فأنا عاوز أسمع تعليقك. لا إحنا أنا عجبتني قوي الآية في الجزء ده، إلي حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة. يعني هو إدى أسلحة كتير، إدى الدرع وإدى ممنطقين أحقاقكم، لكن حط فوق الكل الإيمان. عايزين يكون عندنا إيمان وثقة شديدة في أن إلهنا لا يتركنا، في أن إلهنا في كل حروبنا هو واقف معانا، أيا كانت الحرب وأيا كان نوعها، أنه يجي الرب ويملانا بالإيمان. صلي أن أنت يكون عندك إيمان قوي وثقة في إلهك، أنه مش ممكن يسيبك ولا يتخلى عنك. فانا عجبني قوي ان هو حط فوق الكل ترس الايمان. وفي برضه هنا خذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله. لو تفتكري الخوذة او البرنيطة الواحد بيحطها بتحمي من عدة حاجات، تحمي من شمس البر اللي هي عروس النشيد بتقول شمس البرية قد لوحتني، الخوذة من العالم وافكاره. بالضبط زي ما قال يعني مودي، انت ما تقدرش تمنع الطيور انها ترفرف حوالين رأسك، لكن تقدر انك تمنعها انها تعمل عش جواك. ناس كتيرة بتتصل يا اختي منال تقول لك انا مش واثقة من خلاصي، انا مش واثقة من ابديتي، لكن ربنا ورانا انه الخلاص ده سهل جدا، زي يعني الخوذة اللي انا بحطها على راسي ده بيقي افكاري من الشك، بيقي من كل الضربات اللي بتيجي ضد الرأس،
ضربات الشمس، التراب، يحفظنا من الأفكار الغريبة، يحفظنا من أفكار العدو. وبعدين سيف الروح اللي هو كلمة الله، ما فيش أقوى من الكلمة اللي أمضى من كل سيف ذي حدين، هم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادة. أمين يا أسيس. نشكر الرب على الحلقة دي، كانت بتحاربة كتير، لكن يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. انتصارنا مضمون، حربنا مضمونة مع الرب، إنه الرب دفع ثمن الحرب دي على الصليب، وإنه عدونا فيها مهزوم، وإنه إحنا ضامنين النصرة في شخص الرب. مرة تانية قبل ما نختم حلقتنا بالصلاة، بنحط بين إيديكم وبنستودع الأمانة دي بين إيديكم، إن أنتوا تصلوا باستمرار لقناة الكرمة، تحموها في دم يسوع وتصلوا لها باستمرار من أجل كل هجمات من عدو الخير عليها. وكمان ما تنسوش تكونوا بتعضدوها ماديا، مش بس بالصلاة، لكن كمان تعضدكم المادي. وإذا رب شغلك بأي مبلغ تتبرع بيه علشان موضوع الجنريتور، لأن دي مش أول مرة فيها الكهرباء بتقطع، حصل معانا قبل كده وإحنا بننقل المؤتمرات من أماكن بره الاستوديو، حصلوا أن الكهرباء برضو فصلت، وفعلا أصبح أن الجنريتور احتياج ملح دلوقتي بسبب أن الكهرباء فصلت وقت طويل. فبنحط الموضوع ده قدام الرب وبين إيديكم، واثقين في محبتكم للرب أولا، واثقين أن أنتوا كمان واقفين مع قناة الكرمة وبتحبوها، مش بس بتحبوا تتفرجوا على البرامج، لكن كمان أنتوا شركاء معانا في الخدمة دي وفي عمل الرب ده. أسيس، نختم حلقتنا بالصلاة. يا رب نباركك ونشكرك ونعظم اسمك. بنصلي يا رب من أجل قناة الكرمة المحبوبة جدا إلى قلوبنا، واللي من خلالها يا رب شفنا عملك بيتعظم في كل أرجاء العالم. يا رب ليس صعب عليك وليس بالكثير أن ترسل يا رب جنريتور إلى القناة ليضيء نور المسيح ويخرج برك يا رب ونورك إلى أقصى الأرض. احنا بنقول لك يا رب ليس لنا لكن لإسمك القدوس يا رب والمبارك أعطي المجد، وارسل يا رب جنريتور إلى القناة لكي يكون يا رب بمثابة نجدة في مثل هذه الظروف الصعبة. أشكرك يا رب من أجل أختي منال، كل أحباء الذين تعبوا معنا وسهروا معنا في إعداد هذه الحلقة، وكل خدمة يا رب يقوم بها. أذكر يا رب الأخصام أختي منى وكل الطاقم الذين يعملون معا. أشكرك يا رب لأجل الروح الواحد والنفس الواحدة، وأشكرك يا رب لأجل القداسة والنعمة وإعلان مجد الله واستعلانه في قوة آيات وعجائب في كل يوم في هذه القناة. يا رب احنا بنصلي حماية دم يسوع كما قالت أختي منال على الأجهزة وعلى القناة وعلى العائلات وعلى الكهرباء وعلى يا رب كل صغيرة وكبيرة وكل ديتيل في هذه القناة. احنا واثقين يا رب ان اللي بدأ العمل هيكمل معانا بقوة واقتدار. قناة الكرمة يا رب هي قناة كل المحبين. قناة الكرمة يا رب هي قناة لكل مشاهد أمين بيحبك يا رب وبيكرمك من وقته. نشكرك يا رب لأن أعطيتنا أيضا أن لا تخرج كلمة رضية من أفواهنا، لأن كل كلمة رضية تخرج يا رب سنعطي عنها حساب. أشكرك يا رب لأجل كل كلمة ممسوحة بالروح القدس في هذه القناة، ليس فيها ذم ولا شتائم ولا سب ولا إهانات لأحد، لكن يا رب ليكن كلامنا مملح بملح. نشكرك يا رب لأجل الرسالة العليا التي أعطيت فيها يا رب لخدمتك في هذه القناة، أن يكون فيها مثال السيد التواضع والمتواضع القلب الذي لم يخرج من فمه كلمة شريرة، ولكن كل ما هو نافع للتعليم والتوبيخ والتقويم والتأديب الذي في البر. نشكرك لأنك تعفف ألسنتنا عن الشر وترفعنا يا رب لكي يكون تحت اللسان مثل العروس يا رب العسل واللبان. يا رب نحن نؤمن يا سيد أن عملك سيتعظم ويتمجد، وأنك أرسلت الجنريتور بالإيمان وسددت احتياجات القناة بالإيمان. وبشكرك يا رب مقدما وبقول لك يا رب الجنريتور جه، وانت اللي هتنور القناة لأنك النور الحقيقي اللي ينير كل إنسان، هتنيرها بطريقتك ومعرفتك. آمين.
أمين أمين يا سيس. أحب أنا في نهاية الحلقة أحب أشكرك يا سيس أليكس. شكرا أختي. على وجودك معنا امبارح والنهاردة. والأسيس أليكس هيكون موجود بكرة في حلقة لايف الساعة 6 مساء. إذا حبيتوا تتصلوا مرة تانية والأسيس يصلي معاكم. كل طلبات الصلاة اللي جات لنا من خلال التليفون هنحطها قدام الرب ونصلي لها. بنشكركم على متابعتكم والرب يبارككم وإلى اللقاء. Shine.